ازاي تتعامل مع زوجتك لما تتعب من ضغوط الاطفال، ازاي كمان نقدر ندعم الاولاد نفسيا في حاله لا قدر الله انهم فقدوا احد والديهم، ازاي اصلا كمان نتعامل مع الاطفال اللي اصلا اهليهم انفصلوا. كل دي اسئله لازم نجاوب عليها مع ضيفتنا اللي ورانا في الاستوديو، دكتوره شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي للاهالي والاطفال. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين. اهلا وسهلا. يمكن كامل العدد بلس 1 او حتى من الجزء اللي فات مسلسل كامل العدد بشكل عام سلط الضوء على مشاكل كتير جدا بالفعل موجوده في مجتمعنا وكل واحد بيتعامل معاها بشكل عشوائي جدا. فخلينا في البدايه نتكلم على الضغوط اللي بتبقى موجوده على الأب والأم لو لا قدر الله الطفل فقد أحد والديه. هو بالتأكيد خلاص يعني لو في فقدان لأحد الوالدين الطرف المتبقي هو اللي بيتحمل المسؤولية كاملة، يعني إن تربية الأولاد بتكون قائمة على طرفين، إن كل حد بيكون قايم بدور معين، وفي حالة فقدان أحد الأطراف الطرف التاني هو اللي بيتحمل المسؤولية الكاملة بتاعت الطرفين. الفكرة كلها بان بتكون في دايما محاولات للتعويض، تعويض هذا الدور المفتقد، وفي دايما محاولات ان في احساس بالتقصير، ان في حاجة دايما ناقصة مهما هذا الطرف بيحاول، فهو بيحاول يعمل الدورين وده بيكون صعب، يعني بيسبب ضغط كبير في ظل كل الظروف. وفي احيانا حالة انكار كمان denial. يعني في معظم الاحوال انه احنا تمام، يعني اما بناخدها من منطلق انه الطرف اللي بيكون دوت بيقول لا احنا تمام وخلاص يلا نكمل الحياه على كده ومفيش حاجه حصلت، او انه بيحاول طول الوقت محاولات كبيره جدا للتعويض، فممكن تؤدي لنتيجه عكسيه تماما، يعني محاولات التعويض الكبيره جدا دي بتخلينا نروح لاتجاه تاني خالص، انه انت بتعوض لان طول الوقت حاسس ان في حاجه مفتقده.